كان عايز اقوله ان مرض السكر كافي ان هو يفلس ميزانيات الدول. مرض السكر كافي لافلاس انا موازنات الدول. موازنات الدول بمعنى يعني اديك مثال، في الولايات المتحده الامريكيه بيتصرف على مرض السكر سنويا 237 مليار دولار. 237 مليار دولار. اه. وهذا المبلغ يزيد كل 5 سنين 41%. فالدول اللي هي استهترت وفكرت ان الامر بسيط، النهارده مرض السكر او دكتور صلاح يؤكد هذا الكلام، اللي يعرف مرض السكر يعرف جميع الامراض، لان مرض السكر يؤدي الى مشاكل ليس لها حصر. يعني 65% ل 80% من مرضى السكر بيموتوا بجلطات القلب او جلطات المخ. السبب الاول للفشل الكلوي مرض السكر، السبب الاول للبتر مرض السكر، السبب الاول لفقد البصر مرض السكر، مضافا للعديد من الامراض الاخرى اللي هي كلها نابعه من مرض السكر. وعشان كده الدول تنبهت ان الوقايه من مرض السكر اهم جدا من العلاج. يعني احنا لاول مره في الولايات المتحده لقينا ان خلال 5 سنين اللي فاتت لاول مره نسبه مرض السكر ثابته. ثابته ده جيد؟ ما جيد، لانها كانت في زياده مستمره. بتزيدش يعني. والحاجه الثانيه ان حدوث مرض السكر بدا يقل. وده بسبب ايه؟ بسبب حمله قوميه بداتها الولايات المتحده للوقايه من مرض السكر من عده سنوات. احنا بنسميها دايبيتس بريفنشن بروجرام او برنامج القومي للوقايه من السكر.